أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الذين كفروا السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم كل نفس ذائقة
الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا وهم بذكر الرحمن هم كافرون لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم فحاق بالذين سخروا
صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim oleh peserta ketujuh, yaitu Encik Muhammad Nazir Aswar, wakil negara Filipina. وهكذا أيها الحفل الكريم قد استمعنا قبيل لحظات إلى آيات الله البينات تلاها علينا القارئ السيد محمد نزير أصغر المشاركة من جمهورية الفلبين.